بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة أحكام المسبوق. العنوان ديال هذه الحلقة: الدليل من الإجماع على اتمام المسبوق بالإمام كيفما وجده. ما يبقاش يجي الإمام المأموم المسبوق يجي ويبقى يتسنى واقف حتى يشوف هذوك اللي غادي واش غادي يرفعوا من السجود ويديروا السجده ما ب... الجلسه ما بين السجدتين، ولا غيدير التشهد، ولا غادي ينوضوا للركعه الثانيه. لا، اي شنو هو الدليل في هذه الشهاده من الاجماع؟ نجيب ما قاله ابن حزم، ابن حزم الظاهري. هذا ابن حزم من الفقهاء الأندلسيين المشهورين، عنده تفسير ديال القرآن وعنده كتب في الفقه. تيقول ابن حزم رحمه الله عليه المراتب ديال الإجماع، وتيقول: واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شي حاجة قليلة ولا كثيرة وما بقى إلا السلام، هذاك المسبوق اللي جا مأمور بالدخول مع الإمام والموافقة ديالو على تلك الحال اللي غادي يوجدوا عليها ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر. عندنا دابا في البلاد تنكونوا عارفين بأنه احنا مثلا عندنا واحد المسجد هنايا ديال السي الحاج، ديال مثلا نقول له مسجد البير ولا مسجد الدروج، هذاك اخر واحد يمكن لك تمشي تصيب الناس سلموا وتمشي تما تصيبوا باقي في التمكين، تيقرا عنده شي اوراد ديال القران حتى تيكملهم حتى ينوض يصلي. فانت جيتي وهما في التشهد طولوا وانت بقيتي واقف، الا كنتي جازم بان راه التشهد الاخير هذاك تتسنى. علاش؟ لانك الا مشيتي جلستي ما بقى ما تسلم، صافي خصك تكمل الصلاه. فلهذا انت تاكدتي وقلتي يا ودي راه التشهد الاخير هذاك. علاش؟ لان عرفتي انك توخرتي ما جيتيش بكري، فلهذا قالوا السلام عليكم. كنتي جازم بان راه كاين واحد الجامع اللي غادي تصيف فيه الجماعه هنا جائز باش غادي تمشي. فلهذا نعاود لكم نقولوا اشنو قال ابن حزم رحمه الله عليه. قال لك: اتفقوا ان اللي جا والامام دوز من الصلاه ديالو شي حاجه قليلة ولا كثيرة من الركعات وما بقى إلا السلام، فهذاك المسبوق مأمور باش يدخل مع الإمام ديالو ويوافقوا على هذيك الحالة اللي وجدوا عليها ما لم يجزم، يكون عنده الجزم بأنه راه غادي يدرك جماعة في مسجد آخر ديك الساعة، عنده الحق باش يبقى ينتظر حتى يسلموا. اما الا ما كانش عنده الجزم يدخل ويدير معاهم التشهد وحيت يسلموا ينوض يجيب الركعه ديالو، وغادي يكون عنده الثواب ديال السعي، اما ديال الجماعه فاتو، غيكون عنده الثواب ديال السعي للجماعه. نجيو لابن تيميه رحمه الله عليه. ابن تيميه عنده كتب متعدده، ومن الكتب ديالو عنده الكتاب ديال الفتاوى، هو دابا هذا المجلد 30، هذا المجلد 37، هذا المجلد 37 37 مجلد في الفتاوي ديال ابن تيميه. شنو تيقول ابن تيميه رحمه الله عليه في المجموع ديال الفتاوي؟ هذا هو مجموع الفتاوى ديال ابن تيميه. قال لك: وكذلك لو ادرك الامام ساجدا سجد معه بالنص واتفاق الائمه، فلهذا ما يجتهد الشخص ويجيب من عنده تخصنا نمشيو ولن يصلح اخر هذه الامه الا بما صالح به اولها. والسلام عليكم ورحمة الله.